اقول لك دكتوره هدى ولا لسه؟ لا لسه شويه. لسه شويه صح؟ انت دارسه قانون ودخلتي دورات وبرامج خاصه بحوار الاديان. ايه اللي خلى واحده دارسه قانون وبتتعامل او درست وانضمت لبرامج في حوار الاديان على اختلافها وتعددها تبقى مهتمه بقضايا البيئه؟ انا خريجه ازهر شعبه شريعه وقانون باللغه الانجليزيه، فاحنا دارسين الشريعه والقانون الاثنين منهم مواد كتير درسناهم باللغه الانجليزيه. فلما بدات اطور اللغه عندي بدات اشارك في برامج مختلفه من خلال البريتش كونسل، زي مثلا برنامج انجلش انترفيس دايلوج، هو برنامج اللغه الانجليزيه من اجل حوار الاديان. من خلال البرنامج ده بدأنا نتعلم إزاي يبقى عندنا ثقافة إن إحنا نبدأ نقاش مع شخص مختلف عننا في الأديان أو في الثقافات المختلفة. وبالفعل بدأنا في برامج نعمل حوار أديان مع بنناقش فيه نصوص مختلفة من القرآن والتوراة والإنجيل، بنناقش في ضوء النصوص دي موضوع أو مشاكل بتخص المجتمع أو موضوعات بتهمنا كمجتمعات. مشاكل مشتركة بالضبط. وطبعا من اهم الموضوعات اللي احنا يعني اتكلمنا فيها البيئه والمناخ، طبعا دي تعتبر من اخر الحاجات اللي اشتغلنا فيها. فقدرنا نوضح ايه هو السلوك الانساني الصح اللي المفروض الانسان يعني يتبعه من في البيئه، وايه هي نظره الاديان للطبيعه.